السلام عليكم بنات، صافا لاباس عليكم؟ كلشي على خير، صحه لاباس؟ اليوم ان شاء الله جيت لمسيو بريكولاج، بغيت نساليكم. كاينين دي بروموسيون زوينين، ولا شريت شي حاجه بيان سور راه غادي نشاركها معكم ويمشي للدار. المهم الا كنتو انتريسيو بهذا لا فيديو مرحبا بكم. بديت لكم بالمجامر، قولوا لي صافي سال العيد علاش كتورينا هذا الشيء؟ لا ربما تخليوه العام الجاي، ربما ماشي الانسان ما غيتسناش شويه غير في العيد. دونك كما شفتوا معايا ها هما هادو لي فخيت لي قلت لكم شو الاثمنه ديالهم ب 30 درهم تقريبا. باغ كونطخ لقيناهم في بلايص اخرين والله الا الثمن غالي، الا بغيتو تشريو لوليداتكم البحار وهذا. دونك نخليكم مع الصور تشوفوا، انا كنتسارى معكم ومي كتبان لي شي ملاحظه ان شاء الله غادي نقولها لكم. شوفوا البنات هاد الطبيله قداش هادي ديال هكا ديال الفطور ديال بحال ان بلاطو. هادو تما بان لي الثمن ديالهم رخاص، 400 درهم زوينين بحال هكا. انسان يمشي للغابه ولا عنده شي بلاصه في الدار، الدار كبيره ولا الفيلا ولا هذا يمكن له يديرها، ولا انسان يمشي للغابه ويعلقها ما بين الشجيرات. دونك زوينه. هادو البنات ديكوراسيون، هادو كيخدمو بالسولير، كديرهم بحال دابا في الجريده عندكم ولا في هكا في لي بالكون وحدا المحيبقات ولا حدا، كتحطوهم كيخدمو بالسولير كيتشارجاو. عرفتي راه الوالده قتلتني بالضحك، قالت لي دابا وهادو تا هما قلت لها هادو راه ديال الصولي، قالت لي وهاد الوليدات تا هما كاين، قلت لها راه ديكور. دونك هاد لا طابل هادي ب 13000 درهم 13000 درهم، فيها جوج ديال الفوتويات وفيها اربعه ديال البوفات، يعني بحال قلتو صاله مونجي او ميم طون في فوتويات. المهم بالنسبه للاثمنه راه كاين شي اثمنه اللي زعما شويه زايده، وكاين اثمنه اللي كاين فيه السولد زعما فريمون كاين فيه السولد، كاين زعما كاين ما يدار فيه زعما، صراحه عجبني بزاف. بالنسبه لهاد لي بلونط وهاد لي فلوغ ارتيفيسيل تا هما الثمن ديالهم زوين رخيص بارابور لبلايص اخرين، كنشوفهم بنفس الشكل تقريبا، كنشوفهم بلوس شير كو سا. دونك هادو تا هما دايرين فيهم دي بروموسيون. هادو تما زوينين ديال الجرده ولا ديال هكا تحطهم في باب دار ولا اي شكل بغيتو ديرو تا هما زوينين. غتشوفوني البنات كنزرف في التصوير لانه بعد خطرات تيكونوا الناس وما كنبغيش نبقى مديرونجيهم، دونك داكشي علاش ما كنحاول نزرف باش نحيد من هذيك لا بلاص نخلي الناس فين يشوفوا. هادو جو كخوا كيتشارجاو بالسولير، يمكن كيسخنو بالسولير، بانت لي لا دوش، دوش سولير.
هادي عجبتني استيتيك، تديروها هكا فوق الجردة ولا لابيسين ولا سطح شي بلايصه عندكم، ولا عجبتني الشكل ديالها. هادو زوينين بزاف، حمقوني داكشي ديال ديكوراسيون ديال اللي خاص باللي باتو، خاص بهذا، زوين داكشي، زوين زعما، حتى الاثمنه زوينه زعما. الصراحه زعما نتوما تشوفوا معايا. المهم انا الحاجه اللي كتبان ليا هكا زوينه وداكشي كنحاول نشطرها معكم. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش واش كاين زعما شنو كاين في مسيو بريكولاج، كتعطيهم ايدي الا كانت خاصهم شي حاجه ولا هذا، كيعرفوا بان هذيك الحاجه كاينه دونك يمشيو قاصدين. كيحمق بحال دابا دايره شي شومبر لولدها هكا على هذا الشكل ديال سميتو، تقدر دير له لي تروك بحال هكذا، دي ديكوراسيون، دي تابلو، طابلو ديال لي فوتو. وحتى بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في الدار البيضاء، كتوريهم مثلا هاد الاماكن، كيجيو قاصدين بحال دابا انا كيصيفطوا ليا في الانستغرام ولا فيسبوك، كيقولوا لي مثلا بغينا نجي لهاد البلاصه ولا نجي لهاد البلاصه واش قريبه من هاد البلاصه، يعني كتوريهم البلايص اللي فيهم لي بروموسيون، اللي شي حاجه خاصهم في لا ديكوراسيون، زعما ما فيها باس. حتى انا دابا راه واخا ساكنه في الدار البيضاء، كنشوف مثلا شي سيدات اللي كيقدموا مثلا في اليوتيوب، كتلقاهم كيبوريونا شي اماكن ما كنعرفوهمش، يعني كنشوفها مشات هاد البلاصه ولا وراتنا اثمنه ديال هاد البلاصه. بالعكس انا سامنتيغيس بحال هكذا، كتعرفي هاد البلاصه كتمشي لها قاصده ولا كتنعت لك شي بلاصه فيها دي بروموسيون ولا هذا، كتبان ليا هاد لي فيديوهات زعما هاد لي فيديو بحال هكذا سي انتريسون. دونك البنات غنخليكم مع الصور، انا كنتسارى معاكم وبصحتكم، وبقاو معايا حتى الاخر باش نوريكم المشتريات ديالي. Thank you.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Outdoors, forever free.
السلام عليكم، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. يلا دخلت للدار، بقى في حوايجي، قلت محدني نوريكم المشتريات ديالي ان شاء الله. اول حاجه اللي فرحانه بها هي هذا راني كنت وريته لكم. هذا كتعمروه برفيه الروبيني هنايا، يمكن لكم تستعملوه اي استعمالات. المهم انا غادي نوريكم الاستعمال ان شاء الله، غنهبط نغسلو وغنوريكم شنو غادي ندير فيه. دونك البنات كما كتشوفوا معايا ها هي عمرتها، درت فيها سكينجبير طري، ودرت فيها الحامض غونديل، ودرت فيها الخيار تا هو غونديل، وهادوك داك اللي كنت شريت معكم من اكسيون اللي وريتكم ديك النهار من فرنسا، لي غلاسون كما كتشوفوا. دونك درت على هذا الشكل، صافي نبقاو نعمرو بهذا. وما عنديش النعناع، نورمالمون خصني ندير النعناع، ما عنديش نعناع تنزيدو. صافي كويس تما، بقى الواحد يشرب باش ما ينساش الماء اول حاجه. ثاني حاجه حيت كنعكزو على الماء بوحدو، ملي كيكون فيه هكا الحامض بهذا. دونك هذه هي الفكره ديالي البنات. دونك فيه الروبيني خديتو، يمكن لكم ديروا فيه اي حاجه بغيتو، الزيت البلديه انا خديتو باش ندير فيه الماء، وانا غنوريكم ان شاء الله شنو غادي ندير فيه ان شاء الله. دونك فيه الروبيني وفيه من هنا كيتحل باش كتعمرو داكشي اللي بغيتو هكذا صافي. وحيت نورمالمون ملي كيكون الروبيني وداكشي خصك دير له واحد سوبور، دايره لا ليست باش ما نغلطش في شي حاجه. خدينا له هذا كما كتشوفوا ديال الخشب، فيه الرجيلات من هنايا ها هما هكذا. انا غادي نحطو في الكوزينه نغسلو ونصوبو ونوريكم شنو غادي ندير به. المهم هذا ديال سميتو داير 165 درهم، هذا 165 درهم، 2300 ريال، 165 درهم. هذا داير لو بري ديالو 149 درهم، 149 درهم، قلت تقريبا 3000 ريال سوبور باش نحط عليه هذا. لو كو دو كور، المهم راجلي ديما مقفولة هذا ما عرفتوش علاش هزو. المهم شي قفل ديال شي حاجه. هادو كتصوبوا فيهم لاصوص ولا اي حاجه يمكن لكم ديروها، زويونين صغيورين. لو بري ديالهم دايرين قول 33 درهم، 33 درهم، 660 ريال، 33 درهم. عجبوني الشكل ديالهم، كدير فيهم لي صوص لا صوص بشاميل ولا شي حاجه، كتقدمهم مع هادو. كيتقدموا ملي كتمشيو للريستورون راه كيديروهم سميتو، كتقدموا مع الاطباق، كتحطوا فيهم لا صوص وداكشي، كتكون سخونه وكتكبوا. ان شاء الله ما نديرش شي نهار شي غوسيت، غادي نقدمهم ونوريهم لكم ليتيليزاسيون ديالهم. هادو كنت شريتهم ديال بورت سيرفيت ديال الضياف. عندي هادوك المعالق وعندي هادوك هذا لونسومبل ديالهم كانت خاصاني، عندي دي بورت سيرفيت ولكن هادو بوغ لي زانفيتي يكونوا زوينين. ها هو الشكل ديالهم، كنتمنى تكونوا كتشوفوها. كتهز بحال هكا وكتحطوا لي سيرفيات ديالكم، كتحطوا على هذا الشكل كما كتشوفوا. هذه لو بري ديالها 140 درهم، 2800، 140 درهم. هذه ها هي كديروها، ها هي نقرب لكم، سواء ها هما كي دايرين هنايا، يا اما الماعن يا اما ديروا فيها لي فروي ولا ليغوم ديالكم اللي غتغسلوهم، كتشد على لافابو ديالكم كتحطوا على ليفي لافابو لافابو هذا كنقولوا بالدارجه، كتحطوا على ليفي ديالكم وكتحطوا تسقطر. هذه حتى هي زوينه، هذه ما غالياش، دايره ب 26 درهم، 26 درهم، 525 ريال، 26 درهم، 26 درهم. المهم شهد هذا كما كتشوفوا لا بوتي تاخذوا لوليداتكم، كيعمر بالماء وكيبقاو يرشوا. لو بري ديالو داير ب 45 درهم، هذا
بالنسبه لهذا الشيء اللي كاين سميتو بحال دابا واحد هذوك لي فخيت الكبار وهذاك سميتو دايرين ثمن مناسب بزاف وقيناهم في بلاصه اخرى بلوس شوك كو سا، دونك الاسمده ديالهم مناسبه هذا الشيء ديال البحر وهذا الشيء اللي كتبغيو الوليدات. وخدات هادو باش ملي كيجيو عندها لا فامي ولي كوزان ديالها وداك الشيء كيتا هو كيعمروا بالماء وكيبقاو يلعبوا ببعضياتهم كيبقاو يتراشوا. هذه خليوها حتى نهار زمزم. هذا خدات هذا كيتنفخ بحال كريسي كيبقى في كديروا في لابيسين وكديروا في البحر كيتنفخ تنفخوا لها باباها ونديروا في لابيسين ونوريه لكم. ها هو الشكل كيكون على هذا الشكل. هادو اللي قلت لكم شحال الثمن ديالهم كيديروا ب 26 درهم 20 درهم 520 ريال 20 درهم 1700 ريال 85 درهم. هذا المهم هادشي ديال البحر دايرين بزاف اثمنه مناسبه. واخر حاجه هو سطيل هذا ديالو خيالو تري ريزونابل. سطيل بالشفافه ديالو هي كما كتشوفوا داك الشفافه والعصا هذاك الشفافه اللي كتخدم بالعصا كما شفتوا. هذا حتى هو الثمن ديالو ما غاليش داير 56 درهم سطيل. وداك الشفافه اللي كتهضر هذا ما كتحنيش هذا شراها لولدي باش على ود الكليبه ديالو ملي كدير الحاشا كما داكشي ديالها فكتمي كيصيق وداك سميتو كيجفف موراها. دونك دالو هذه فاسيل باش مابقاش دونك هذه ديال لاكوغ ما انا جفافه عندي في ديال الدار. دونك هادشي اللي كاين البنات هادو هما المشتريات ديالي. دونك كما قلت لكم سي بريكولاج راه فيه بزاف ديال لي صوت فيه بزاف ديال كما شفتوا معايا في الصور داكشي زعما ديال الديكوراسيون داكشي ديال المواعن داكشي المهم راه غتشوفوا اي حاجه راه ما نقدرش نصور كلشي راه كاين فيه الحمامات كاين فيه داك لي طابي ديال الحمام ما نقدرش نصور لان كيكون الناس كيكون هذا حاولت نصور درت غير المواعنات عارفه العيالات حنا كنحمقوا على المواعنات دونك درت لكم غير المواعنات ولي انتريسون حاجه كاع اللي عجبتني راه وريتها لكم زعما كنشاطر معكم داكشي اللي كيعجبني. هادشي اللي كاين دونك هادشي اللي كاين كنتمنى هاد لا فيديو تكون تعجبكم. الناس اللي غيشوفوني اول مره مرحبا بكم في القناه ديالي ما تنساوش تنخرطوا ما تنساوش بارطاجيو وبيان سور الا عجبتكم لا فيديو ديروا لايك باش تشجعوني. والناس حبابي شكرا لكم بزاف وهلا يخليكم اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله.